أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم للإمامين العظيمين الجلالين. قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هذا هو المثل الثاني الذي ضربه الحق تبارك وتعالى للمنافقين في تمثيل حالهم بحال أصحاب مطر أو كصيب، أي مثلهم كمثل أصحاب مطر، والصيب هو المطر، وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل، صاب المطر أي نزل المطر، أو كصيب من السماء، والمراد بالسماء هنا السحاب، لأن السحاب مجاور للسماء. كل العلماء يعني هذا مجاز مرسل علاقته المجاورة، ويجوز أن تكون علاقته المحلية كما في علم الإيه البلاغ، أو كصيب من السماء، لأن المطر ينزل من السماء أي من جهة السماء، وكل ما علاك فهو سماء، فأطلق على السحاب سماء لأنه إيه يعلو الإنسان. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أي في السحاب ظلمات متكاثفة، ولذلك أنت ترى السحاب أسود اللون، خاصة السحاب المحمل من مطر تراه أسود كالدخان، فيه ظلمات أي متكاثفة ورعد. الرعد هو الملك الموكل بالسحاب، وقيل هو صوته، صوت الملك، لما الله تعالى قال: ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده، فكثير من المفسرين يقول المراد الرعد في التسبيح هنا هو الملك، ويسبح الرعد بحمده، يعني يقول سبحان الله العظيم وبحمده. فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق هو لمعان صوت الملك الذي يسوق السحاب، لمعان صوته الذي يزجره به، يعني حينما يسوق الملك السحاب بصوته، فهذا البرق يظهر للإنسان، يكاد البرق يخطف أبصاره، وهو اللمعان الشديد الذي يظهر عند البرق. فإذا كان الرعد هو الملك، يبقى البرق هو صوت الايه؟ صوت الصوت، صوت صوته الذي يسوق به السحاب. فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم. يجعلون يعني أصحاب الصيب، أصحاب المطر. الذين نزل عليهم المطر يجعلون أصابعهم، والمراد الأنامل،
وليس الأصابع، لأن الأصابع لا توضع كلها في الأذن، إنما توضع الأنملة فقط. لكن يعني من الشدة كأنهم لا يضعون الأنامل، وإنما يريدوا أن يضعوا كل الأصابع الخمسة من شدة الصوت، صوت الرعد. يعني يكادون الواحد يضع أصابعه كلها في أذنه. لم يقل أنامل أو أنملة، لا، يجعلون أصابعهم أي أناملهم في آذانهم. وده أيضا في البلاغة مجاز مرسل، على قدر الجزئية، عبر بالكل وأراد الجزء، عبر بالأصابع وأراد الأنملة، لأن الأنملة جزء من من الإصبع. لعلم البلاغة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق، من أجل الصوت الشديد، أي شدة صوت الرعد لئلا يسمعوها، حذرا من أي خوفا من الموت، لأن شدة الصوت تكاد تصعقهم أي تقتلهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي خوفا من سماع صوت البر. كذلك هؤلاء المنافقون إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر، يعني التحذير من الكفر، فيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد، والوعيد على الكفر، والوعيد بالعذاب، والوعيد عليه المشبه بالرعد، والحجج البينات الواضحات المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لئلا يسمعوا. ليه؟ لأنهم صم بكم عمي، هذا هو حالهم وهذه صفتهم حينما ينزل عليهم القرآن، قال لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وشركهم، وهو عندهم موت. يعني كأن الخروج من الشرك والكفر إلى الإيمان يعدونه موتا، يعني هذا حال هذا حال المنافقين، حال المنافقين، يعني شبه حالهم في يعني لهوهم عن القرآن وصدهم عنه وعدم سماعهم إليه بحال الذي يسمع صوت الرعد ويرى البرق الذي يكاد يخطف بصره، فيسد يسد أذنيه لئلا يسمع حتى لا يموت من شدة الصعق. فكذلك هؤلاء مع القرآن، هذا حالهم مع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تغلبون. وهذا هو المثل الذي ضربه الله تعالى لحال المنافقين في إعراضهم عن سماع القرآن العظيم، حتى لا يتركوا شركهم ودينهم، لأنهم يعدون ذلك من الموت. والله محيط بالكافرين سبحانه وتعالى علما وقدرة، يعني عالم بهم وعالم بحالهم وعالم بما في قلوبهم، وقدرته محيطة بهم فلا يقدرون على أن يخرجوا عن قدرة الله تبارك وتعالى. ثم
ثم قال الحق سبحانه: يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد يعني يقرب، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي في ضوء البرق، لأن البرق شديد اللمعان، من شدة برقه يكاد يخطف البصر. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا أي وقفوا، قاموا وقوفا ولم يمشوا، لأنهم يتخبطون في الظلمات. فهو تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجب، من الحجب التي في قلوبهم، وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. يعني لأن القرآن نور، حينما يقرأ عليهم يعني قد يدركون شيئا من النور، لكنهم يعرضوا عنه، كالذي يعرض عن الايه، يعرض عن المشي حينما ينطفئ النور. فالبرق يضيء فيمشي قليلا ثم يقف مكانه، لانه لا يقدر على المشي في الايه، في الظلام. هذا تمثيل لحالهم مع الايه، مع القرآن الكريم، لأن القرآن يحرك القلوب. لكن كما قال القرآن: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ثم قال: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني لو شاء الله لأبطل سمعهم الظاهر وبصرهم الظاهر، كما أذهب سمعهم وبصرهم الباطن. لأن الإنسان له سمع ظاهر وهو الأذن والصوان، صوان الأذن الذي ترى، وله عين باصرة ظاهرة، لكن يعني هذه الجوارح لا ينتفعون به. فالسمع الباطني هو الذي يسمع، يصل إلى إيه؟ إلى القلب. فالقرآن لا يصل إلى قلوبهم، وإنما يسمعونه بآذانهم، ولذلك لا ينتفعون به. وكذلك النظر، يرون آيات الله الكونية ويرون شواهد الحق، ولكن لا يتعنون إلى الحق. لذلك القرآن قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. يعني لا يعتبرون بما يرون ولا بما يسمعون. ولذلك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثر بنا إلا وهم مشركون. ولذلك القرآن قال، يعني إن الله تعالى قادر على إبطال السمع فيصير أصما، وإبطال البصر فيصير أعمى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. ولذلك القرآن عدهم عدهم موتا، قال: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شبهه بالميت، الميت
لا يدرك ولا ينتفع بشيء لأنه ميت. فهم كذلك، إنك لا تسمع الموت تجعلهم إيه؟ أما المؤمن فهو حي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. إن الله على كل شيء شاءه قدير، ده تفسير للإيه؟ للمشيئة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لو شاء الله إذهاب سمعهم وإذهاب بصرهم لأزالها. ليه؟ لأنه على كل شيء قدير. ومنه إذهاب ما ذكر، أي من السمع والبصر. ثم قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. المراد بالناس هنا يعني أهل مكة، لأنهم المخاطبون في ذلك الوقت. يا أيها الناس أي يا أهل مكة. لكن العبرة بعموم النفس لا بخصوص إيه؟ السبب. القرآن حينما يعمم الخطاب يشمل الكل، الكافر والمؤمن. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس أي أهل مكة اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. المراد بالعبادة هنا إيه؟ التوحيد. لأن أهل مكة كانوا أهل إيه؟ شرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم. لكن أصل العبادة غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية. هذا تعريف إيه؟ تعريف العبادة، غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية. وهذا كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا، أي وحدوا ربكم، لأن التوحيد هو أصل العبادة. لأن المشرك مهما تعبد فلن يقبل الله منه شيئا، لأنه فاقد للأصل وهو إيه؟ التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. خلقكم يعني أنشأكم من العدم. الذي خلقكم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يعني أنشأهما إيه؟ من العدم. كذلك هنا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أنشأكم ولم تكونوا شيئا. وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أنشأكم من العدم، وأنشأ الذين من قبلكم أيضا من العدم. كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء معه. وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني هذا هو التقدير ليه؟ والذين من قبلكم، أنه معطوف على خلقكم. والذين من قبلكم، أي وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المفعول هنا محذوف،
والتقدير تتقون عقابه، تتقون عقابه. والتقوى يعني أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، أو أن تجعل بينك وبين النار وقاية، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. اتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية ولو بالتصدق بشق الايه؟ بشق التمرة. معنى لعلكم تتقون أي تجعلون بينكم وبين عقاب الله تعالى وقاية، وذلك بعبادته. قال: ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق. حينما تقرأ لعل في القرآن: لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى ولعل أصلا للترجي والرجاء، اللي هو يعني إيه؟ تمني الشيء القريب الحصول. الرجاء عكس التمني، التمني يتمنى الشيء المستحيل أو البعيد الحصول، لكن الترجي لا، الرجاء تمني الشيء إيه؟ الشيء القريب الحصول. لكن في القرآن حين يقول الله تعالى: لعلكم تتقون، تعرف أن ده للتحقيق، يعني من عبد الله وقاه الله إيه؟ النار والعقاب، مؤكد يعني. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش وآتى الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني من فعل ذلك فهو مهتد، مش فعسى يعني ممكن ومش ممكن، لا، هذا خطأ، يعني دائما عسى في كلام الله للتحقيق وليست للرجاء أو للتمني، ده في كل القرآن هذا. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. دي صفة إيه؟ هذه صفة الإله سبحانه وتعالى، صفة الإله، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. يعني من الذي يعني جعل الأرض فراشا؟ فراشا يعني مفروشة، فراشا هذه حال تعرب حالا بالنحو، أي بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليه، لأن لو كانت الأرض صلبة شديدة كالصخور لا تستطيع المشي عليه، إذا مشيت على الصخر أدمى رجليك، لكن الأرض التي جعلها الله لنا لينة، يعني تناسب أقدام الإنسان والحيوان. الذي جعله الأرض مهدا يعني ممهدة للعيش عليها، لأن يعني هناك بعض يعني الكواكب يعني تجدها غير صالحة للمعيشة أو المشي عليها أصلا، يعني كلها إيه؟ تجدها يعني تجرح الرجل لو مشى عليها الإنسان، لكن هذه مبسوطة، مبسوطة وممهدة كالإيه؟ كمهد الطفل، يعني الفراش الذي يمهد للطفل. لما قال هنا: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، سبحانه وتعالى. إن فراشا أي بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة، كما أنها ليست كلها جبالا عالية، يعني الإنسان هو يمشي ويصعد وينزل ويصعد وينزل، لا، وإنما هي إيه؟ مبسوطة بالتساوي،
يبقى مهيئة للمشي والعيش عليه. ولم يجعلها لينة كذلك مثلا. يعني لو كانت طينا ووحلا هل يستطيع الإنسان يمشي في الطين والوحل؟ طبعا لا. لينة لونة شديدة أو كالإسفنج. يعني لو كانت الأرض كالإسفنج هل تستطيع المشي عليه؟ لكن جعلها الله ممهدة للمشي عليه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. بناء أي سقفا. السقف المحفوظ. محفوظ بالإيه؟ بالملائكة. لا تسترق السمع. بنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الأرض فراش والسماء سقف. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. هم عن آيات المرأة. لأن السماء والأرض كذلك من آيات الله تعالى الدالة على إيه؟ على قدرته. لأنه الذي رفع السماء بغير عمل ترونها. الله الذي رفع السماء بغير عمل سبحانه وتعالى. الله الذي رفع السماوات بغير عمل. انظر إلى الاتساع. شيء لا يستطيع أن يحيط به الإنسان ولا بالنظر. يعني أينما نظرت يمينا يسارا لا ترى آخر السماء أو آخر الأرض. ومع ذلك من غير عمل. من غير عمل. يعني من الذي يستطيع رفع هذه المساحات من غير عمل؟ انظر إلى المهندس. يعني المكان مثلا فيه مثلا طول 15 متر 20 متر 30 متر لابد من وضع الايه؟ الأعمدة حتى تحمل السقف أو الحيطان مكان الأعمدة. لا يستطيع أن ايه؟ أن يصنع سقفا من غير ايه؟ أعمدة أو حيطان. لكن بقدرة الله تعالى رفع السماء بغير عمل كما تراها هكذا. ولذلك هذا تعريف للمولى سبحانه وتعالى. ولذلك حينما سأل فرعون سيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ وهو سيدنا هارون عليه السلام. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عرفه بفعله وآثاره. وفرعون الجاهل الجهول يعني يريد أن يعرف حقيقة الرب. لكن الرب لا يسأل عنه بما أو من. لا. قال من ربكم يا موسى؟ يعني يريد أن يعرف هو مخلوق من إيه وهل هو مخلوق. هو يريد أن يقول هذا. لكن سيدنا موسى عليه السلام قال إيه؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. أي خلقه المناسب له. كما قال قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهكذا في كل صنع الله الذي أتقن كل شيء. الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى. يعني هداه لما يناسبه. يعني الأسد لا يستطيع أن يأكل طعام العصفور وهو معه في الغابة. هل يستطيع الأسد أن يأكل الحب؟ حب العصافير الضعيفة؟ لا. الله تعالى جعل الرزق للعصافير والأسد القوي لا يستطيع إيه؟ أن يأكل منه شيئا. سبحان الله. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهكذا في كل قدرته سبحانه وتعالى. العجب ترى العجب العجاب. يعني ترى الحيوان
مجرد ما ينزل من بطن أمه يقوم ويعرف أين الثدي ويذهب ويشرب منه. لكن الإنسان يمكث شهورا حتى يقف على رجليه ولا يعرف أين الثدي. أمه هي التي يعني تمسكه الثدي، لكن الحيوان، لأن الحيوان لا يستطيع أن يفعل مثل ما يفعل الإنسان. وهكذا يعني في كل المخلوقات ترى هذه الآيات الدالة على قدرة الله تعالى. هنا عرف المولى بهذا بفعله سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وثاني كمان وأنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لأن القرآن بيان وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هنا أنزل الله من السماء ماء فأخرج به من أنواع كثيرة من الثمرات، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، يعني فواكه تشبه فواكه وفواكه لا تشبه فواكه والخضروات لا تشبه الفواكه، وبعدين الأخضر والأحمر والأصفر وجميع ألوان الطيف السبعة موجودة في الإيه؟ في الخضروات والثمرات، وكلها تخرج من تربة سوداء واحدة، تربة سوداء واحدة، والماء الذي يسقيها واحد. هل الباذنجان يشبه التفاح؟ لا في اللون ولا في الإيه؟ ولا في الطعم. وهل الفلفل مثلا كمثل العنب في الطعم أو في الشكل؟ مع أن التربة إيه؟ واحدة والماء واحد. هذا معنى صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يعني لو قدم إليك التفاح أو الباذنجان ماذا تأكل؟ تأكل التفاح. هذا التفضيل، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا تذكير، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات أي من أنواع الثمرات رزقا لكم، كما قال متاعا لكم ولأنعامكم. نعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنزلنا فأنبتنا فيها حبا حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب. الأب هو القش والتب، متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى ما قبل الأب متاعا لكم، والأب هو التب يعني والقش متاع لإيه؟ للأنعام. متاعا لكم ولأنعامكم حيوانات، لأن الحيوانات مش هتاكل من فوق، الحيوان لا يأكل الفاكهة ولا الخضروات، إنما يأكل التبن الشيء اللائق به المخلوق له، متاع لكم ولأنعامكم. ولذلك قال رزقا لكم تأكلون وتعرفون به دوابكم، يعني برضو يعني تسخير الدواب من رزق الإنسان، تسخير الدواب من رزق الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من كرمه وجوده وفضله سبحانه وتعالى. هذه الآيات يعني الدالة على القدرة تدل على الإله الواحد الأحد الفرد الصمد،
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك قال ايه؟ فلا تجعلوا لله اندادا. ما دام عرفتموه بهذه الايات الداله على قدرته ووحدانيته، يبقى الاصنام التي تجعلونها شركاء له لا تستطيع ان تفعل كفعل الاله الحق سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله اندادا، اي شركاء في العباده، لانهم كانوا يعبدون الاصنام ويعتقدون فيها ايه؟ الالوهيه. هل الاصنام ينطبق عليها الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ الاصنام لا تستطيع ايه؟ ان تفعل شيئا من هذا. فلا تجعلوا لله اندادا. والند هو الايه؟ الشريك. الند هو الايه؟ الشريك. فلا تجعلوا لله اندادا. وهو من اعظم الذنوب ان تجعل الله ندا وهو خلق، اي شبيها او نظيرا. لذلك القران قال ايه؟ ولم يكن له كفوا احد، اي لا مثيل ولا شبيه ولا نظير، يعني لا من كل الوجوه ولا من بعض الوجوه. الكفو يعني ولم يكن له كفوا احد، اي لا شبيه ولا نظير ولا مثيل. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون انه الخالق. والآلهة لا يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون، يعني هذه الأنداد لا تخلق ولا يكون إلها إلا من يخلق. يعني هل رأيتم شيئا من هذه الأنداد خلق شيئا؟ أصنام، أصنام، يعني كما قال ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يمشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ ولذلك سيدنا إبراهيم قال لهم فاسألوهم إن كان يقول ولا من كسر رقابكم؟ من الذي كسر رقابكم؟ فاسألوهم إن كان يقول. سبحان الله. مع أن القرآن قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن الله، ليقولن الله. يعني وأنتم تعلمون، يعني هم يعلمون أن هؤلاء الأنداد أو هؤلاء الأصنام لا يخلقون شيئا. لذلك القرآن قال لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني كيف تساوون الخالق بمن لا يخلق وتقولون هذا إله وهذا إله؟ ويقولوا كمان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك هذا تبكيت لهم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أنه الخالق وأن الأصنام والأنداد لا تخلق إيه؟ لا تخلق شيئا. ثم قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كنتم في ريب أي في شك، يعني في القرآن، مما نزلنا على عبدنا. طبعا وصف العبودية هذا من أشرف الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. دائما يختار كلمة العبد في أشرف الحالات. الشعر قال كده: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. وشوف انت العاشق اللي نقول الملهوف اللي ما عندوش عقل يقول على ايه محبوبتي؟ يقول لا تناديني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي. محبوب يعني لا تناديه الا بايه؟ يا عبدها. يجي يسرع فإنه أشرف أسماء، يعني حينما تقول لي يا عبدي سبحان الله العظيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والريب هو الشك، والمراد بالعبد هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنزل هو القرآن العظيم، وأنه من عند الله تبارك وتعالى. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل المنزل. ومن هنا للبيان، أي فأتون بسورة مثل هذا القرآن من تأليفكم إن قدرتم على ذلك في البلاغة وحسن النظم والإخبار بالغيب. هل يستطيعون ذلك؟ تحداهم فعجزوا، تحداهم في عصرهم وهم أصحاب الألسنة الحداد البلغاء، يعني الذين يعني قال عنهم القرآن: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بل واللدد هو الشديد الخصومة القوي البيان، تنذر به قوما لدا، من اللدد في الخصومة يعني الشديد الخصومة، يعني الذي يغلبك بحجته. لكن عند القرآن عجز، ثم تحدى القرآن يعني الإنس والجن أن يأتوا بمثله إلى قيام الساعة. يعني هذا التحدي قائم إلى يوم القيامة، وليس مقصورا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والسورة هي قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات، كقوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه أصغر سورة في الإيه؟ في القرآن، لأنها مكونة من إيه؟ من ثلاث آيات. فالسورة هي الإيه؟ هي القطعة، القطعة لها أول ولها إيه آخر. لكن الآية لا يقال لها سورة، يقول آية الكرسي حتى ولو كانت أسطرا كثيرة، آية الدين، يعني تكتب في صفحة كاملة. لكن هل نقول سورة؟ لا، إنما هي آية، آية من سورة. لكن السور، باقي السور لها أول ولها آخر، ويسن في أولها البسملة ما عدا سورة التوبة. وادعوا شهداءكم من دون الله
والشهداء يعني الآلهة التي يعبدونها، وادعوا شهداءكم من دون الله يعني الآلهة، لأنهم حضور وهم موجودون، شهداء من الشهود وهو الحضور، وادعوا شهداءكم، لأن الإنسان يراه شاهد حاضر، يعني هاتوا أنتم صورة وقولوا للآلهة كمان هاتوا صورة إن قدروا، وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها. وده هذا من باب مجاراة الخصم، مجاراة الخصم على أنه يعتقد أن الآلهة لها قدرة، يقول لهم هاتوا أنتم صورة، وكمان استعينوا بإيه؟ بآلهتكم، إن كانوا يقدرون على النطق ويأتوا بمثل هذا الإيه؟ القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله أي من غيره لتعينه إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون من العرب وأنتم فصحاء مثله. القرآن قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني قال كان يجلس إلى حداد رومي وكان يعلمه القرآن، لذلك القرآن قال لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي يميلون إليه ويقولون عنه أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه أعجمي رومي لا يفقه العربية حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذا لسان عربي مبين أي بلغة عربية مبينة. قال ولما عجزوا عن ذلك قال الله تعالى لهم فإن لم تفعلوا أي ما ذكر من الاتيان بالسورة لعجزكم، فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. والجملة هذه معترضة، لذلك قال اعتراض، الاعتراض هو الكلام الذي يأتي بين كلامين بمعنى جديد، كما قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم عظيم لو تعلمون، جملة إيه؟ اعتراضية لتفخيم الإيه؟ القسم وبيان منزلة القسم. فكذلك هنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأصل الكلام فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، يعني اؤمنوا، يعني عرفتم عجزكم وأن هذا كتاب كلام الله ولن تستطيعوا أن تأتوا مثله، فاؤمنوا بالله واتقوا حتى لا يدخلكم النار. القرآن أخبر عنهم أنهم عاجزون عن الاتيان بمثله إلى قيام الساعة، ولن تفعلوا، لأن لن تمحض الخبر إلى التأبيد تجعله مؤبدا، ولن تفعلوا، فاتقوا بالإيمان بالله تعالى وأنه ليس من كلام البشر، اتقوا النار التي وقودها الناس يعني الكفار، وقودها الناس والحجارة، والحجارة كالأصنام كأصنامهم، لأنهم كانوا يعملون الأصنام من الحجارة
ومن النحاس ومن الخشب ومن الزجاج ومن البلور من كل الأنواع، يصنعونها بأيديهم ويثبتونها في الأرض بالإيه؟ بالرصاص المزاد عشان ما تمشيش. وكانوا يدهنونها بالعسل، يدهنوا إيه؟ العسل. يأتي الزباد ويلحس العسل من فوق رأس الصنم، والصنم لا يستطيع أن يهش الزباد. القرآن قال لهم إيه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني الآلهة التي تعبدونها لا يستطيعوا أن يخلقوا بعوضة، والبعوضة بتسلبهم العسل، من يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، يعني مش قادرين يخلصوا العسل من الإيه؟ من الذباب. يعني لا يستطيع أن يهش الذباب عن نفسه لأنه واقف لا يتحرك. سبحانه. هذا مثل، يعني مثل عجيب ضربه له القرآن. هنا يأتي الله يوم القيامة بهذه الأصنام المعبودة من دون الله مع عابديها إهانة لها ولهم. هذه هي الآلهة التي كنتم إيه؟ تعتقدون فيها الألوهية، هل أنجتكم؟ هي تعذب معكم. الأصنام يعني لا تعذب، لكن تكون مع المعذبين الذين كانوا يعبدونها لإهانتهم وتبكيتا لهم، ما عدا طبعا إيه؟ الشمس والقمر والنجوم والعباد الصالحين الذي كانوا يعبدونها، وسيدنا عيسى والعزير، لكن باقي المعبودات كلها إيه؟ في النار. وورد في الحديث كل معبود في النار، كل معبود يعني من دون الله في النار، إلا عيسى ابن مريم، إلا عيسى وأمه والشمس والقمر والنجوم والملائكة، لأن الملائكة عبدت أيضا من دون الله. فكل المعبودات الصالحة لا تدخل النار، لأن القرآن قال إيه؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالد. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرزة الحرارة تتقد بما ذكر، يعني حينما تلقى فيها الآلهة التي هي من الحجارة والنحاس والرصاص وغير ذلك تزداد اتقادا تتقد بما ذكر. لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، لا، تلقى فيها الحجارة فتزداد حرارة ونهيبا أكثر وأكثر. وعدت للكافرين أي هيئت لهم يعذبون بها، وهي جملة مستأنفة أو حال لازمة، يعني لن تعد لغيرهم، لن تعد لغير الكافرين، لأن المؤمنين أعد الله لهم إيه؟ الجنة. هذا ونقل إن شاء الله عند قوله تعالى بشر الذين آمنوا الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.